مستمرين مع بعض في فقراتنا. نهارك سعيد، مستمر في فقراته وتقارير وابحاث. ويمكن النهارده هنعمل تغطيه عامه عن موضوع مهم جدا، وعايزه ابتدي على طول في الحقيقه. يعني الخميس اللي فات عقد مركز وسائل الاتصالات الملائمه من اجل التنميه اكت، وكمان مبادره فؤاده ووتش بالتعاون مع هيئه الامم المتحده للمراه في مصر مؤتمر صحفي. اوكي، المؤتمر الصحفي ده اعلنوا فيه تقرير رصد عن رصد وسائل الاعلام لصوره المراه من الفتره من 1 اكتوبر ل 31 ديسمبر 2013. عينه الرصد اللي تناولها التقرير تضمنت صحف ورقيه، برامج تلفزيونيه، مواقع مصريه، مواقع الكترونيه سوري. من ضمن الحاجات دي هقول لكم، من الرصد كان بيبص او عامل السبوت لايت ده على انهي من المواقع والجرائد والبرامج. كان منهم جريده الاهرام، جريده الشروق، جريده الوطن، معانا مواقع الكترونيه زي موقع مصراوي، موقع الجمهوريه اونلاين، عندنا برامج زي برنامج هنا العاصمه في قناه سي بي سي، عندنا برنامج نهارك سعيد من ضمن هذا الرصد على قناه ناين لايف. طبعا خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن ايه الفكره من التقرير ده او الرصد لوسائل الاعلام للمراه، ايه الفكره والهدف الاساسي اللي من وراء هذه المبادره، عايزين يوصلوا لها، عايزين يرصدوا ايه بالظبط عشان يوصلوا لايه بالظبط. هيكون معانا تفاصيل اكتر من خلال ضيفنا الموجود معانا النهارده، هو فريد فتحي، وهو باحث بمركز وسائل الاعلام للاتصالات مركز وسائل الاتصالات الملائمة من اجل التنميه اكت. صباح الخير يا استاذ فريد. صباح النور. خليني في الاول قبل ما اتكلم عن نهارك سعيد اللي هو يخصنا برضو في الاول عشان نقدر نعرف احنا وصلنا او السبوت لايت اللي اتعمل علينا ايه الرصد كان من خلاله، خلينا نتكلم بشكل عام. ايه اللي خلاكم او ايه الفكره من او الهدف من انه ليه مركز وسائل الاتصالات من اجل التنميه اكت وليه فؤاد ووتش بالتحديد عملوا الرصد ده؟ يعني ايه الهدف من ورا ان هم يقوموا بالرصد ده بالتحديد في الوقت ده؟ هي الفكره جت ان تلبيه لاحتياجات الاعلام بشكل اساسي والباحثين في المجال، ان احنا نشوف قد ايه اوضاع النساء على المعيار لدى صناع الاعلام، وقد ايه في مساحات متروكه للنساء او لقضاياها تناقش في وسائل الاعلام المختلفه. كمان من بعد 25 يناير 2011 و30/6/2013 والحديث في الفتره دي عن النساء يعني هو حدث الساعة، الحديث عنهم في المشاركة في التظاهرات في الانتخابات والاستفتاءات المتلاحقة منذ اندلاع الثورة وحتى الموجة الثانية، الحديث عن المشاركة عن الانتهاكات اللي بتتعرض ليها من عنف جنسي أو حالات تحرش جماعية في الميادين والأماكن العامة، طول الوقت كان في مساحات واسعة للحديث عن قضايا النساء. هل الحديث والقضايا دي بتأكد على المساواة وبتأكد على الاتساق من ان احنا بنتحدث صورة النمطية اللي كان الاعلام على مدة عشرات السنين والاعمال اللي بتقدم بتنمطها في الزوجة المستكينة او الامرأة اللعوب او الادوار النمطية للمرأة المختلفة، ولا بقى في تغيير حقيقي في تناول الوسائل الاعلامية دي لقضايا النساء او للمرأة بشكل عام في المجتمع المصري؟ كويس. هنا كان الهدف من الدراسة، او هي ليه قمتوا بالدراسة اساسا؟ بس اكيد الفكرة دي وراها هدف اساسي، علشان بعد ما الدراسة دي تخلص المفترض انه ايه اللي يحصل بعد الدراسة ما بتخلص؟ بتقول هي الدراسة نفسها نتائج ومؤشرات، انا ما اقدرش اقول الدراسة هتقول ايه، الدراسة هي لما بتنتهي. لا يعني مفيش هدف اساسي ان انتوا بتوصلوا حاجة إن للاعلام لازم عشان يبدا يتغير يطوع. ما انا هعرف ده منين من غير لما ارصده؟ ما انا محتاج الاول عشان اقول الاعلام ده كويس او الاعلام ده وحش، محتاج ان انا الاول ابص على الاعلام ده كويس، محتاج اعمل له رصد دقيق واعمل له احصاء وابدا ابحثه واحلله كمي وكيفي علشان اقدر اطلع بنتائج ومؤشرات وتوصيات من خلال عقد المؤتمر اللي اتعمل يوم الخميس اللي فات. بالظبط، ده كان نتيجه التقرير انه صدر بانتهائه وبنعلن فيه توصيات والمؤشرات الرئيسيه. على اي اساس تم الاختيار البرامج التلفزيونيه، مواقع الالكترونيه، المواقع الصحفيه او الصحف الورقيه اللي قمتوا بنيتوا عليها هذه الدراسه؟ المعيار الرئيسي في اختيار كل الوسائل الاعلاميه ان الاماكن دي او الوسائل الاعلاميه السبعه اللي تم تدخلهم في هذا التقرير هي فيها مساحات متروكه للاعلام او النساء هن في صناعات القرار. يعني على سبيل المثال البرنامج هنا عند حضرتك طاقم الاعداد كله من النساء، صحيح، فده معيار اختيار. وهكذا الشروق على سبيل المثال في مساحات واسعه لصناع السياسات جوه الوسيله للنساء، وهكذا في الوطن، وهكذا في سي بي سي مقدمته امراه. يعني العينه قايمه على معيار وجود النساء كصناعات قرار داخل هذه السبع وسائل، او ان هم بيأثروا على الاقل عندهم مساحه تأثير في صناعه القرار، في الضيوف، في الفقرات، في كل ده. يهمني اعرف باختصار نتائج
الدراسة اللي قامت على كل اللي احنا قلناه دلوقتي من صحف ورقية برامج تلفزيونية ومواقع إلكترونية اختصار شديد جدا، ايه نتائج يعني؟ هي أهم النتائج بتقول إن أوضاع النساء زي ما هي في الإعلام، مفيش جديد، هي صورة مازالت جامدة الصورة نمطية؟ الزورة لسه نمطية، مفيش أي تعديل. النساء رغم إن هم مثلا بيتجاوزوا 50% في صناعة الأخبار في الصحف الورقية، إلا إنهن الأكثر ظهورا على الشاشات مثلا زي برنامج نهارك سعيد أو هنا العاصمة. مقدمين البرامج في البرنامجين النسب مختلفة فيه، يعني لو تسمحي لي إني أبص على النسب اتفضل. ده هيكون يا كلام ريت تقولها لنا دقيق على الهواء. أكتر منه، يعني مش هيبقى مرسل إن دي الأرقام اللي طلعت فيها الدراسة. إن النساء مثلا في الفقرة يعني كضيوف في الفقرات الإعلامية في برنامج نهارك سعيد وهنا العاصمة، المرأة في السياسة جت في كلا البرنامجين ب5.3% من إجمالي الفقرات، اللي إجمالي الفقرات كان 152 فقرة، فالنسبة دي طالعة على 152 فقرة. كان أعلى مؤشر ورد في الحديث عن النساء كان المرأة والحوادث بنسبة 15.1%، و 10.5% كانت المرأة في الحكومة. التحرش والقهر في أنواع، وكل الحوادث اللي ممكن تكون بتتعرض ليها المرأة في المجتمع. لا ده في في كل العنف، اللي احنا يعني ده في مسألة العنف، المرأة كناجية عنف أو ضحية عنف، كان المرأة كضحية للعنف الجنسي مثلا كانت ب29% في إجمالي البرنامجين، وكانت ب38% في إجمالي البرنامجين كانت ضحية عنف ديني أو ثقافي. الأزمة الحقيقية في التناول هو ان النساء مش هم على قائمة الحضور في البرامج، حتى مش بالضرورة ده تقصير بشكل واضح يعني يعتبر طبعا في أزمة في ظهور النساء. يعني مثلا فقرة الصحافة هنا في برنامج نهارك سعيد المرأة كانت حاضرة في 3 حلقات من إجمالي 90 حلقة في فقرة عندنا الصحافة، 3 صحفي أو عندنا في فقرة صحفي الصحافة، يعني هي في حين انها اكثر من 50% صناعه خبر في الصحف برضه، هي على قيد جدول المشتغلين في النقابه متجاوزه رقم ال 50% كمقيدات داخل نقابه الصحفيين المصريه. ده معناه طب هم موجودين جوه النقابه، موجودين جوه الجرايد، احنا ازاي مش عارفين نحطهم على هل الشاشه؟ تعتقد انه ده ممكن يكون تاثير، انا بتكلم على باصوات اخرى يعني، هل تعتقد ان ده ممكن يكون تاثير من ناحيه المراه في تواجدها في اثبات وجودها في المجتمع؟ لا، ان مفيش مساحات. انا مش معني ان انا اجيب امراه اي مكان، اسمع انا محتاج اجيب نجم الصبح في التلفزيون يقرا معايا الجورنال، اجيب رئيس تحرير، اجيب مدير تحرير كويس شاطر عنده علاقاته اللي جوه الوسائل الاعلاميه مختلفه المساله اذا كده. هو مجتمع ذكوري، ان يعني كل المناصب اللي حضرتك بتتكلم عنها دي اللي بيرقصها رجال. بس انا ما بهتمش ان انا اجيب كاتبات او صحفيات حتى لو صغيرات في السن، لكنهن مبدعات عندهم على الاقل معرفه وحرفيه ومهنيه في المواضيع وفي العرض اللي بيقدموه. كمان انا لازم اكون بشوف كل الزوايا، مش لازم اجيب بس الفيجرز المهمين الفيجرز المعروفه. ايه التوصيات اللي قدمتوها طيب في الوسائل التوصيات الاعلاميه التوصيات هو ان كل الوسائل يعني؟ الاعلاميه يجب عليها انها تراعي العاملين فيها من بدايه من الفنيين للاعداد لغايه المقدمين البرامج، ان هم يحصلوا على تدريبات ويخضعوا لتاهيلات ليها علاقه بالنوع الاجتماعي، يكونوا اكثر درايه بقضايا العنف تجاه النساء وازاي نقدر ننقل ونغير الصوره النمطيه للمراه. يبقى مهتم جدا ان هم يكونوا عندهم معايير حياديه في التناول، يكونوا مهتمين اكتر بالاطلاع على ملفات اوسع، يبقى في تعدديه في المصادر، ان هم يكونوا اكتر حداثه، يعني المساله ما نبقاش في اطار الاسره والمراه هي كيف تستطيعي تعرفي جوزك بيكون في يعني في مواقع يعني كانت على المساله، مثلا زي موقع مصراوي كان العينه هو كان أسوأ شيء في التغطيه للقضايا النساء، كان طول الوقت بيتكلم عن المراه في المطبخ او المراه على السرير، ما عندوش معيار ثالث للمراه في الحديث عنها، ما كانش في امراه نشطه، ما كانش في امراه في الحكومه، ما فيش امراه يعني بنتكلم عن المراه المستهلكه او كيف نستهلكها، هي سلعه، هم بيتعاملوا مع المراه انها شيء، فدي ازمه كبيره بتحصل في الوسائل الإعلامية المختلفة. المهم جدا أن كانت المساحات الأوسع هي للمرأة كضحية عنف أو ناجية من عنف جنسي، ده كان مؤشر واضح طول التقرير. في النطاق العالمي كانت أشهر امرأة هي أشتون، يعني لما تناولنا النساء عالميا على يعني في نفس الوقت نسينا نساء أخريات في العالم كله، قيادات، كفؤات، قدموا حاجات للبشرية مش بس في السياسة يعني، لا كمان اهتمام الإعلام بإيه إمتى إزاي. عايز أسألك، عندك فكرة هل الوطن العربي ممكن يكون من البلدان، الوطن العربي ممكن في منهم من يفوقنا اهتماما للورقة أو لوضع المرأة في المجتمع يعني؟ وأنا عارفة إنه ممكن تكون مش ده ملوش علاقة بالرصد بتاعكم أو بالدراسة اللي أنتوا عاملينها يعني. لا ده أنا مش قادر أجاوب على السؤال ده بشكل واضح، إن لازم تخضع أي لدراسة. وسيلة للدراسة، يعني هقول كلام في طيب.
في الهواء ملوش بالنسبة مصداقية. اللي انت قلته من شوية انه المفترض انه يحصل دورات تدريبية وتحديث وفرص اكتر للمرأة، هل ده ممكن يوصلنا نتائج مرضية لوسائل الاعلام او لان احنا نشوف وسائل اعلام مختلفة الفترة القادمة؟ هو المسألة مش رضانة، يعني احنا مش معنيين ان انا اقول والله الجورنال ده كويس او الجريدة دي احسن من التانية. لا انا بس انا قصدي اقول ده في انه المطلق. لما سألتك دلوقتي ايه التوصيات اللي انتوا حابين توصلوا لها من خلال الدراسة دي لوسائل الاعلام، عايز اسألك هل ده فقط ولا في اجزاء اخرى كتيره ممكن توصلنا لنتائج مرضيه عشان نقدر نشوف صوره المراه بشكل احسن واكبر الفتره القادمه؟ ما هو انا امتى اصلا انا بتناول المراه على اي معيار؟ ايه السياسه التحريريه للبرنامج او للصحيفه او للموقع بيقول عليها وفقا لواحد اتنين تلاته انا هختار الستات او هجيبهم عندي او هاهتم باخبارهم؟ ايه المعيار اللي بيحط سياسه التحريريه في المكان ده؟ ده هيخضع لان هو كمان بقى عنده وعي اكتر بقضايا النوع الاجتماعي في مجتمعه، ويكون اكتر درايه بمطالب الحركه النسويه المصريه، يكون عنده اطلاع واسع بالملفات المفتوحه واللي عليها اشكاليات طويله، زي مثلا المراه في القضاء. دي اشكاليه كبيره والناس بتتحسس على الحديث عندها، ويعني بتبقى بتطبطب على الناس وكان الحديث هنا فيه عوره، ولا الناس هتحبس لما تقول اين النساء قاضيات مثلا. دي ازمه بتبقى في التناول الاعلامي، فرئيس التحرير او مدير الاعداد يقول لا والله مش عايزين وجع دماغ مع الهيئه القضائيه الفلانيه. عندنا قله قليله من النساء اللي بيرقصوا مناصب مهمه في الدوله. انا المراه مش يعني الدوله كده كده ما بتشكلش النساء عندها اي اهتمام، يعني الدوله النساء فيها حاضرات كبروش او ورده في عروه الجاكيته مش اكتر من كده. فانا لو عولت على ان تمثيل النساء هختاره وفقا لاختيارات الحكومات، فانا هقول مثلا ان في حكومه ببلاوي كانت اخر حكومه موجوده كانت النساء فيها ما تتجاوزش ال 5%. وزيره اعلام 5% بتتكلم في 5%. ده على فكره ده يعني مش فانا معنى كده ان انا اجيب بقى في ال 30 حلقه ثلاث ستات عشان يشكلوا 5% بتاعه التمثيل في الحكومه عشان يبقوا مطابقين لبعض. ده مش معيار خالص. طب يعني دي على قد ما هي مش مصدمه الحقيقه، لان احنا كنا طول الوقت بنسمع منشطات تصريحات انه وضع المراه اختلف، انه المراه مهمه، انه ما تجاوزناش منطقه التصريحات. ويا ريت التصريحات كلها كمان لما نقيسها وناخد كل المنشطات نحطها جنب بعض تطلع كلها بتتكلم عن دور المراه. عن دور المراه. لا في الاسف يعني بتتناولها بمستويات اكثر رجعيه واكثر تخلف كتير. للاسف الشديد المراه كان دورها كبير جدا في المجتمع من وقت ثوره 25 يناير لحد دلوقتي، عملت مجهود كبير جدا، كانت ملازمه للرجل ويمكن اكثر بشويه، يعني على حد ما انا كنت بعمل فقراتي هنا في نهارك سعيد وقد ايه كنت بشوف مجهودات المراه في الوقوف علشان تقدر البلد دي تتغير كان كبير. ولحد دلوقتي ولحد النهارده حتى من وقت ما كان في انتخابات، من وقت في مجلس شعب النهارده برضو لحد دلوقتي لسه المراه ما قدرتش ان هي تثبت نفسها تاخد وضعها اللي مفترض ان هي تاخده. لا المراه مش ما اثبتتش نفسها، هو هناك عدم في 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 عدم اراده سياسيه عند صناع السياسات ومتخذ القرار في كل الهيئات والجهات داخل هذه الدوله ان هم يقصوا النساء هناك. يعني من يقول ان المراه السبب عندها وان هي اللي مش عارفه تثبت روحها او تحط رجليها على الطريق الصحيح لاخذ مناصب مهمه لان هي مكانها يتطور؟ ده خاطئ تماما. لا مفيش حاجه اسمها اصلا عندنا في يعني في اماكن اتخاذ القرار او لدى الدوله في اماكن النفوذ مثلا. أيها. مفيش معيار اصلا واضح لاختيار البني ادمين عموما، يعني مين ده بيجي وزير على معيار ايه او ده بيشكل وزاره على معيار ايه؟ احنا ما عندناش حاجه كده نقول عليها 1 2 3 4 10 ده كده يجي يبقى وزير. خلي بالك احنا بنشكل وزاره جديده دلوقتي. ولا حتى يعني اي حاجه هتحصل في هذه الدوله هتبقى خاضعه للاهواء وللثقه والاهل المحبه والاقرب لبلاط الحاكم، هي المسائل بتدار كده. فحتى اختيار النساء في الاماكن دي بيجي على نفس هذا المعيار، يعني مش بشوفه هو لما بيجي يختار مثلا عنده نساء كفؤات في مجالات مختلفه واسعه، هو مقرر يحطها في كاتيجوري البيئه. هنوديها الاعلام، هنجيبها في الحاجات اللايت، يعني هو بيتعامل مع النساء فكره هنحطكم في الحاجات اللايت. ايه الجديد المفترض ان انتوا تخشوا فيه وتعملوه كدراسات او كرصد اكتر عشان تفضلوا ورا الفكره طول عشان تفضل طول الوقت بيحصل. الفكره متبروزه في الاعلام؟ لا هو طول الوقت مساله الرصد الاعلامي للوسائل الاعلاميه المختلفه بتحصل وبنصدر التقارير، يعني هو بس كان الاهتمام اكتر ان التقرير ده طالع مطبوع ومصدور بيتكلم عن فتره بعينها اللي هم الثلاث اشهر من 1 اكتوبر ل 31 ديسمبر علشان يقول قد ايه بعد 30/6 اوضاع النساء في تحسن ولا ما فيش تحسن. ده كان السؤال المهم والمعيار الاصيل في الدراسه ان احنا نبص بعد 30/6 قد ايه اوضاع النساء فيها تحسن او اهتمام الاعلام بقضايا النسويه بقى فيها
تغيير ولا لا، ولا الصوره النمطيه لسه مرصحه؟ الكتاب اللي انت كاتبه استاذ فتحي ده لا مش انا مستند كاتبه، ده مجهود عمل زميلات وزملاء افاضل كتير، ده مش شغل فرد. اشرف على التقرير ده دكتوره عزه كامل مدير اكت، الباحثين فيه كنت انا وزميلتي جانت، والراصدين كانت كارولين كامل، نانسي عطيه، ناني عبد الحكيم، من الله حسام الدين، وكان زميلنا بشوي مينا. المجموعه عملت مجهود بخلاف عشرات من المتطوعين في فؤاد ووتش بيشتغلوا على التقرير. وبالمناسبه يعني كمان الناس ما اشتغلتش بشكل هوائي على هذا التقرير او اصداره، لا بالعكس، ناس خضعت لتدريبات مكثفه لمده اكثر من 7 ايام متواصله خارج القاهره على معايير الشرعه الدوليه ومعايير الجندر والرصد والمهارات الرصد والتوثيق والاتصال والتواصل، عشان لما يجوا يشتغلوا بعد كده على البحث والدراسه يكونوا هم كمان مثقلين بخبره. كان من فريق الراصدين والباحثين اكثر من 4 صحفيات منهم 2 نقابيات يعني جوه النقابه، فكمان اللي اشتغلوا جوه التقرير ليهم علاقه بالمساله، ناس مش بعيده عن بعضها. ايوه اللي بيساعدني في الموضوع انه الرجال مهتمين زيك وزي بشوي وزي ناس كتير اشتغلوا معاكم بالتوازن مع المراه اللي موجوده معاكم في الدراسه اللي انتوا عملتوها، ان هم مهتمين، ان هم مهتمين اكتر ان هم يرصدوا حركه زي دي او دور المراه في المجتمع او شكلها العام في المجتمع عامل ازاي. ده شيء بصراحه يساعدنا. مش مهم اهتمامي ولا اهتمام بشوي ولا اهتمام اي حد من الزملاء الافاضل طبعا، لكن مهم اهتمام الدوله، ومهم اهتمام صناع السياسات، ومهم ان الحكومه لما تتشكل يكون فيها اهتمام واسع للنساء. مش برايي يعني انا باجي اعمل فلسفي ويقول كلمتين، مهم ان الدوله اللي تاخد بالها مش انا، يعني لو انا واخد بالي انا اولع، لكن الدوله اللي تاخد بالها عشان عموم المواطنين، عشان الحياه تتيسر، عشان الحياه تبدا في التطور. لكن برضه بيساعدنا ان احنا يكون في رجال ايضا مهتمين بالفكره، ما هوش المجتمع الذكوري اللي هو طول الوقت خايف على مصالحه ومكانه وشكله هو وبس. فانا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده استاذ فتحي، وان شاء الله باذن الله لازم يكون لينا لقاء اخر في الفتره القادمه نشوف فيه تطورات الاحداث بتوصل لحد فين، وهل المراه ممكن توصل للمكانه اللي تستحقها ولا لا. اشكرك. شكرا جدا مشاهدينا، بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، مش بس الفقره اللي احنا بنعملها دلوقتي، واعتقد انه الاعلام محتاج يعمل مجهود اكتر في ان هو يبروز صوره المراه اكتر من كده، مش مجرد فقره كل شهر يعني او كل فتره. خلينا نبص للموضوع بطريقه اعمق، مش مجرد كلام سطحي، مش مجرد شكل كمان سطحي. خليني اشكر ضيفي اللي موجود معانا النهارده استاذ فتحي فريد، وهو باحث في مركز وسائل الاتصالات الملائمه من اجل التنميه اكت. اشوفكم بكره ان شاء الله ويوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد.